قصيديه وعوضهم بدين خنزير إن شاء الله تروحوا وهو يسجل في الغناء ويقولوا له هو حاول يقتل طفلة صغيرة بساطور. اليوم مش نحكيه على واحدة من أغرب قصص البلاك ميتال ولا هي حكاية ناترام متاع سايلنسر. قبل كل شيء خلينا نتفقوا انه كل حاجة تتعلق بناترام يشوبها الغموض، والتو مناش متأكدين من صحة المعلومات اللي عنا. ناترام ولا هو اسم الشهرة، اسمه الحقيقي يقال انه ميكائيل نيلسون، حتى عمره محل اختلاف بين العباد. تعرف بدوره في باند اسمها سايلنسر واللي تلعب سو جونغ من البلاك ميتال اسمه ديبرسيف سويسايدل بلاك ميتال، ومن اسم الجوخ تنجم تعرف احنا علاش قادمين. ناترام ما كانش هو اللي حل سايلنسر، انما حلها جيتاريست اسمه كاسادو عام 95، وبعد 3 سنين يدخل سايلنسر as a lyricist and a vocalist. سايلنسر هبطت البوم برك ولا هو Death Pierce Me عام 2001، ولا من وقتها ربح شهرة ولا بلوز موا ان البوم كولت. يبدأ الالبوم بمعزوفة موسيقية جميلة. ثم تأتي الدقيقة 1:47، وين هنا باش نتأكدوا اللي عمرك ما تحكم على التاب من غلافه، خاطر في اللحظة هذه كل شيء في الألبوم سينقلب رأسا على عقب. كعبة العيضة اللي باش تسمعها في اللحظة هذه كفيلة باش توريك انت علاش قادم وشنية الحاجة اللي تتوقع روحك باش تسمعها في 47 دقيقة الجاية، ولو ما نتصورش فما شكون باش يتجرأ ويمشي يسمع الألبوم بعد اللي نحكيولكم. ناترام كما قلنا إنسان غامض برشا، حتى تصاور على الانترنت ما عندوش، بخلاف التصاور اللي هبطوا مع ألبوم سايلنسر. هيف ولهنا الروج عبد ماهوش مفهوم، ما نعرفوش إسكو هذا ناترام ولا عبد إخ. وآخر تصويرة هي الصورة اللي اشتهرت بها الباند، وين لقاو عبد وجهه أبيض مغطي بالدم، والحاجة الأغرب يديه، يدو 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 يديه نلقاو فيها بونداج، وما عندوش صوابع متاع بشر، إنما عنده صوابع متاع خنزير. وجود الدم والبونداج في اليدين وصوابع الخنزير كانوا الأسباب اللي خلت عباد تحكي على نظرية إنه ناترام قص يديه وعوضهم بدين خنزير. أما تو بالرسمي، هل هذا ممكن؟ مانيش باش نطول في الإجابة، يكفي نقولكم إنه من الناحية الطبية تبديل يديك بدين متاع خنزير ولا متاع أي حيوان آخر هي حاجة مستحيلة. وناترام كعمل الفازة هذه عملها للسبب هذا بالذات، تجسيدا للشوك إفكت اللي حكينا عليها في حلقة مايهم، واللي مريب الشابيتر متاع دادي نجم يفهمه. موسيقيا الفوكلز كانوا مختلفين على اللي موجود وقتها وحتى على اللي موجودين تو، ونجم حتى نقول لكم انه الستيل اللي غنى به ناترام كان من اكثر الستيلات ندره، معناه كان نادر برش رار بالعربي. ناترام كان يغني بحرقه كانه حيوان بصدد الموت، وبرش عبد ترى انه صعيب على انسان عادي في حاله عاديه انه يغني بالهستيريا هذيك ويخرج الاصوات هذيك، وكانت هذه حجه خلت عباد اخرين يمنوا بنظريه انه ناترام كان يشلط في روحه اثناء التسجيل، الى ان انتهى الى قصان يديه الزوز. عياط متاع ناترام كان تلمو فريد من نوعه، انه حتى العبد اللي تسمع بلاك واللي مستانسة بالديبرسيف سوسايدل بلاك ميتال كانوا يراو فيه حاجة ما تسمعتش قبل، وعلى غير المتوقع برشا منهم تقلقوا منه. كيما فما فئة كبيرة عجبها ستيل شافته مختلف وكاثارتيك وراته كلون من الوان الابداع، وهذه عينة من اراء العبد عليه. بعد ما هبط ناترام ألبوم Death Pierce Me مع سايلنسر دخل إلى مصحة عقلية الرازي متاعهم موجودة في مدينة كرونوبرغ في جنوب السويد، وما نعرفوش استرو دخل طواعي أو كرهن، أما اللي نعرفوه أنه ناترام بعد ما خرج من المصحة العقلية قرر أنه يكمل يعيش حياته في نفس المدينة. في الواقع حياة ناترام كان يملأها الغموض، وين كل مرة تسمع عليه إشاعة أدعس من اللي قبلها. من الإشاعات اللي ضربت في وقت من الأوقات إنه ناترام حاول يقتل طفلة صغيرة بساطور، لكن كيف كيف كانت مجرد إشاعة. أما يقول قائل علاش تربطت من دون الناس الكل كان بناترام بالذات؟ تو سامبلومون خاطر السيد اللي حاول يقتل الطفلة بساطور كان خوه.
شنية هالعائلة البسكوت اللي بتكسبها؟ ناترام كان عنده بروجي متاع دارك امبيينت اسمه دايجنوز لبنس جوفار، هبط فيه ألبوم اسمه ترانسفورمالين في عام 2007. الألبوم هذا كتبه ناترام وقت اللي كان يتعالج في المصحة العقلية أوفيد. طب غادي قالوا له اكتب غناء في محاولة منهم لعلاجه من الأمراض التي كان يشكو منها. كما قلنا اللي الألبوم هذا كان مصنف دارك أمبيينت، معناه كله ديزاسترومو. القطاع الموسيقية اللي كانت في الألبوم هذا أصلح تجي موسيقى تأثيرية في أفلام رعب، واللي حاول ناترام يوصله من خلال الألبوم هذا والأصوات اللي فيه إنه الأصوات هذه هي نتيجة عبد قد عقله. البروجي هذا ما نجموش نعتبروه المكمل أو الجزء الثاني متاع سايلانسر، إنما نجمو نعتبروه الوجه الثاني لسايلانسر، وهذا اللي نلقاوه مكتوب في السيت متاع البروجي هذا. ونلقاو باش برك فيها كلمتين وكلمة تصاور بلوز وموع تخوف، ساعات تبدل ساعات لا، والقاسم المشترك بينها الكل إني الكلها نوار ابنه. آخر جملتين مكتوبين في الهوم بيج متاع السيت يزيدوا يأكدوا لنا شدة الغموض اللي تحكم حكاية ناترام. As the future of Natram is uncertain, always was and always will be. The future of Diagnose remains the same. Natram might appear in new projects and he might disappear. After all, he was never there. في عام 2012 ناترام يهبط كتاب اسمه قلب الخنزير، مغروم برشا بالخنازير السيد. كتب فيه ناترام بعض القصائد كما فيه رسومات رسمهم هو كالعادة نوار بلو. أما جديد اللي جابوا الكتاب هذا هي بعض الصور الحقيقية لناترام، ما يبعدوش برشا على شفناهم بكري. لاحظت في الكتاب هذا كيف قريت منه انه تضمن لي بارول نتاع الغناء اللي كتبه ناترام سواء في سايلنسر ولا في البروجي نتاعو. موت، دم، انتحار، اغتصاب، استهزاء بالرسل، عبثيه وعدميه، هذه الكل افكار تناولها الكتاب نتاع ناترام. باش تقربوا من الصوره اكثر حاولوا اقراوا الباساج هذا. ناترام زادا كمل هبط سيكونس متاع 21 دقيقة كان اسمها ترينكاديس اوديلات، برشا عباد تقول له هو كتبها عام 94 يعني قبل ما يدخل سايلنسر، وسجلها في ديكاسيت ومعطاه منهم كان كعبتين وكعبة. في عام 2022 تطلع باند اسمها نفس اسم الكتاب متاع ناترام، وتلعب نفس الجوغ اللي كان يلعب فيه ناترام في سايلنسر، وتهبط ديمو قصير نهار 13 اوت. اما مازلنا ما نعرفوش اسكو ناترام هو اللي ورا الباند هذي ولا عبد اخر تأثر بيه. ولهنا الفيديو متاعنا يوصل نهايته، وبقالي كان نقول لكم كان see you in the next video, stay safe and goodbye.